السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فلوج جديد ان شاء الله اللي غادي يكون على بعض البلايص في اسطنبول في تركيا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو، هاد البلاصه وسط اسطنبول، هنايا فين خدينا لوطيل. صراحه في واحد الموقع زوين، يعني كتقدر تحرك غير برجليك لشحال من بلاصه. جا في بلاصه زوينه بزاف، جا في اسطنبول واحد البلاصه كيقولوا ليها بايزيد حدا ال سي واي كيكي. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، صراحه عندهم هاد الجوامع بزاف، كتمشى غير زنقه بزنقه كتلقى جامع. من انحاء تركيا او ان كان من خارج الدول كافغانستان، افريقيا، العراق، سوريا وما غيره. فلذلك تعد من ازحم من المدن المزدحمه في العالم، لانه اسطنبول ممكن اقول لكم انه هي في البدء اسست من قبل المجران البيزنطي عام 657 من قبل الميلاد، فدعيت البيزنطيون اسم البيزنطي. لكن عام 330 طبعا خربت من عدة الامبراطوريين، لكن على زمن قسطنطين بعدما خربت منه من قبله عام 330 دعيت في قسطنطينوبوليس حتى دامت حتى 395، إذ أنها أصبحت عاصمة روما الشرقية، ودومت من عام 395 حتى عام 1452. ممكن كما نعرف أنه افتتحت من قبل السلطان محمد الثاني، والذي دعي كما نعرف السلطان محمد الفاتح. طبعا اسطنبول بقيت عاصمة للعثمانيين 469 سنة، لكن قبلها كان عندهم العاصمة بورصة، بعد عاصمة أدرنة، بعد أدرنة عند افتتاح السلطان محمد الفاتح أصبحت اسطنبول عاصمة للعثمانيين. ومن السلطان محمد الفاتح لحتى آخر سلطان عاش فيها السلطان محمد السادس ووحي الدين. طبعا ممكن أقول أنه اسطنبول هي كانت مركز الدين المسيحي والإسلامي وما زال لحد الآن، مركز اليونانيين الأرثوذكس والأرمنيين وما غيره. بحر مرمرة، بحر مرمرة هو واقع في جنوب مضيق البوسفور، مضيق البوسفور اللي راح نشوفه بعده. طبعا في شماله بيكون بحر الاسود وجنوبه بحر مرمرة، ولكن هو مضيق البوسفور اللي بيفصل القارة الاوروبية عن الاسيوية. اذا اتينا للبحار، كان ما نعرف عنا من الشمال البحر الاسود، بينما عنا من الجنوب بحر الابيض المتوسط، لكن عنا من الغرب بحر ايجي، بحر ايجي. وعنا اذا اتينا للبلاد ايضا للدول، ممكن اقول لكم من الشمال للشرق للجنوب للغرب، ان عنا ارمينيا، اذربيجان، الاتحاد السوفيتي، ايران، العراق، سوريا، وبعدها بلغاريا ويونان، يونانستان، يونان. اذ انه 3% من الاراضي هي وقع في الدول الاوروبية، في الطرف الاوروبي عفوا تركيا، لكن بعدها كلها واقعة في الطرف الاسيوي، نحن بندعيها في الاناضول، اناضول، اناضولو، مثل ما اذا سمعاني فيه. نحن عم نشوف، رح نشوف الان من اهم هذه اسطنبول القديمة، رح نشوف عنكم هذه الاسوار اللي هي التاريخية المهمة اللي حمت هذه المدينة من العديد من الهجمات والمصادرات بما فيها الاوروبيين والعرب والاتراك. فلذلك ممكن اقول انه هناك الان بقيا عنا طبعا 22 كيلومتر لهذه الاسوار طولها، وهي كانت طبعا عند شايفين في تركيا عم بيحاولوا الحفريات فيها. والان طبعا خلال في الكثير ما في 4 دقائق رح ننزل، ما رح ناخذ البعض غير بعدين الباص لبين ما انتهينا من قصر. سمحتوا شوي في عجله، يلا اذا سمحتوا. مثل ما شايفين دائما بقول لهم هالطول وهالعرض اتبعوني ما بشوفوني، فطرت اليوم اخذ، اضطريت اخذ الشخصيه هاي. يعني الله يسامحه، ما هيك شايفين هالطول هالعرض. الان رح ندخل الجامع، وبدخولنا للجامع طبعا لازم كالعاده لازم نتغطى الغطاء، اللي ما عنده غطاء رح نامن من خارج الجامع، وبعدها ندفن. لازم نكون مع بعض، دخولنا مع بعض، لانه عنا وقت في الدخول. رح اعطيكم الشرح وافرجيكم اي باب، رح احاول ادخلكم من باب الثاني، لانه باب السواح تلاقي تنتظروا كثير، فلذلك دائما نمشي مع بعض. تفضلوا. هذا هو مسجد سليمانية في اسطنبول، من الافضل واجمل المساجد المبنية في الفترة ديال الامبراطورية العثمانية.
ومن أعظم أعمال المهندس المعماري سينان، تبارك الله عليه. ما عرفت كيفاش دار هذا الشيء في سنة 1550، يعني تبارك الله عليه. يعني واحد باش يدير هذا الشيء راه خاص يكون دماغ، سيرتو في ديك السنة. يعني وفي الداخل ديال الجامع كاينه واحد المساحة خضراء اللي كتزيد واحد الجمالية صراحة. جريدات زوينين والناس مهلين في بلادهم. والجامع أمر سلطان سليمان باش يبنيوه في 1550، وسالوه في 1557. وهذا الجامع عنده واحد النقش، واحد داك الحجر ديالهم ديالو منقوش، واحد البساطة وفيه الآثار ديال العثمانيين. يعني صراحة ما عرفتش انا دوك الناس كيفاش كان عندهم الدماغ صراحه اللي يقدروا يديروا هذا الشيء هذا. زعما تبارك الله عليهم. غادي ندخلوا نشوفوا الداخل. 10 وصلي الزركعات واش رحت في هذا هو الجامع السليمانية مصغر. يعني حاطين تما، يعني اللي بغى يشوفوا من الفوق شنو داير. تبارك الله ما شاء الله. اللي زاد عجبني كثر في هذه المدينه هي السياح. يعني تقريبا من جميع انحاء العالم، اسيا، اوروبا، افريقيا. يعني اش غادي نقول لكم انا بعدا، انا بقيت غير حاله في ما نكذبش عليكم، حيت اي بلاصه مشينا ليها كنلقاوها عامره، على الهنود، على الجابون، على الشينواها. يعني تقريبا خليجيين، يعني جميع الجنسيات جلباتهم هذه المدينه. لكن الصراحة كاين ما يتشاف، وكنصح بها الناس يمشيو. يعني مدينة غزالة. من بعد الزيارة ديالنا لهذا المسجد السلطان أحمد السلطان سليمانية، غنمشيو نتعشاو. من بعد الزيارة ديالنا عليه الكروب ديالنا أحمد السلطان سليمانية، أول نهار مشينا والعشاء ارتحنا شوية. من بعد جينا تعشينا ديالنا الأجواء ديالنا. عليه عليه اسطنبول. صحتكم منين؟ من بعد ما تعشينا كنا غاديين في طريقنا للهوطيل، وشفنا هاد ما عرفتش هاد الشيء كان نور، ما عرفتش هاد العجب. وشوفوا معايا الله، شوفوا معايا الله، دايرين عرف ثانيه ما فهمتش انا. شوفوا صراحه شوف في حوايج اليوم غراب.